السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ لامي ماديه ولي الغاليات خواتاتي، نتمنى يا ربي تكون الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، المهم البنات ما تديوش عليا ديما، سبحان الله كنبدا الفيديو معاكم ضروري اختي كندخل ونخرج في الهضره، ديما اختي لساني كيغدر بيا. المهم ما عيناش البنات، تبعكم هذا الفيديو البنات. صراحه من الصباح فطرنا، المهم فطرت اللي قسم الله بحال هكذا، ومطلب البنات باش نجمع هكا شويه الدويره نطرف هكا الحاله، لان اليوم جايين هكا عندي شي ضياف ان شاء الله، جايين عندي متتبعات في الصباح ومتتبعات في العشيه، المهم جايين اليوم عامر عندي، فقلت هكا غنضرب نطرف هكا شويه الحاله، نحيد اختي داك العجز اللي فيا وداك الارهاق اللي فيا. واول حاجه البنات بديت بها هي الكوزينه، المهم هاد الكوزينه البنات انا ولا كنعيط لها الكوزينه حيت ولات كتنفعني بزاف، كنغسل الميعنات كنحطو ما تقدروا فوقها يتقدروا فوقها، كندير فيها البنات لتحت نافعاني، هزه ليا سطوله هزه ليا بزاف ديال الحوايج زعما نفعاتني، ومع ديال الدجاج واخا كنحط فوقها الماعن ساردين صافي، غير كنحيد داكشي كنعاود نضربها بواحد المسحه صافي كترجع كتشعل. المهم ما عنيناش، غيكون واحد الفيديو كله طاقه كله حداقه كما كيعجبكم فيديوهات ديال دنيا، كتبغي دنيا كثرنا من هاد الفيديوهات هادو كيعجبونا، فيديوهات ديال الطاقه الايجابيه والحداقه وهذا ما كان. المهم انا اول حاجه بديت فيها حيت الماعن، رديت كل حاجه لبلاصتها ستفتهم وضربت عليهم بواحد المسحه، انتما ضربت عليها بواحد المسحه لهاد الطبيله هادي، صراحه البنات زوينه غير هي ثقيله، اما هي صراحه كتنفع، كنحط فوقها كما قلت لكم الماعن اللي كنغسل ملي كتعمر ليا الشبكه بالماعن ما كنلقى فين نحط كنحط فيها. المهم ضربت عليها بواحد المسيحه باش هكا الا احتاجتها عاوتاني ولا بغيت نغسل شي ماعن ولا شي حاجه بعدا تكون قريبه ليا، هي اللي قريبه ليا لابابو البنات، حيت الجهه الاخرى بعيده عليا، باش بدا نجي ونحط ونعاود نمشي هاد البلاصه كتجيني قريبه صافي. المهم غير قلت نبارطاجيها معاكم وصافي. شكرا بزاف على كلامكم الطيب اللي كنقرا في التعاليق، دنيا استمري، دنيا نوضي خدمي على راسك، دنيا نوضي خدمي على بنتك، الا ما خدمتيش على بنتك راه ما كاينش اللي يخدم لك عليها. شكرا بزاف للتعليق ديال البارح دنيا، مزيان حيت خرجتي بنتك، كنا كنصحوك انك تخرجي بنتك، الله يكبر بكم البنات ان شاء الله هضر معكم في هذا الموضوع. دابا جمعت الكوزينه، المهم هذه ماشي هذه الكوزينه، الكوزينه الاخرى اللي هي اللي عرفتو اللي دايره فوق الماعن، حيت البنات ملي كنغسل الماعن كنديرو تما في ديك الكوزينه، المهم تما كيجيوني اسهل كيقطرو تما كنصحهم، عاداش كنجيو هنا للبلاكار عاداش موراها كنديرهم في البلاكار هنايا اللي كتشوفوا هذا، هذا اللي كتشوفوا البنات هو فين كنديرو، ولكن تما بعدا كيتسقطرو على خاطرهم. المهم ما عليناش البنات، دابا ان شاء الله غادي نوجد واحد الغديوه، المهم واحد المتتبعه غادي تجي، المهم شوفوا اليوم غيجيو عندي جوج متتبعات، المهم الضياف، المهم غادي تجي عندي واحد المتتبعه تبقى معايا حتى لديك الجوج ثلاثه وغتمشي، وغادي عندي ان شاء الله متتبعه اخرى. المهم اليوم جايين عندي الناس، فالمهم خصنا نديرو البنات بعدا غديوه ديالنا انا وبنتي وداك الشيء. الطاجين البنات صراحه ما نكذبش عليكم، الطاجين البنات كنديرو ديما، البارح شنو هو البارح درت البارح البنات حوته في الفران، غير ما بارطاجيتهاش معكم، معكم تهكا جري راكم عارفين الله يحسن العوان، دابا البنات كنخرج انا كنقلب راكم عارفين على الكرا وداك الشيء، ما كنبقاش جالسه وليت كنديبلاصا لاحياء اخرين ماشي سيدي مومن، فما كنلقاش الوقت فين زعما نصور وكل شيء، داك الشيء علاش كنت غبرت عليكم ديك اليومين، واخا راه هذا الشيء ماشي في المصلحه ديالي راكم عارفين اللي كاين. كما كنقول لكم هذه هي طرفه الخبز، دابا القناه ولات هي طرفه الخبز ديالي، ولا غبرت غير نهار ولا يومين راه غادي تبان فيا، المهم غتحسوا بيا وغتفهموني. هنا غادي ندير البنات ان شاء الله اليوم اللحم مبخر، غتشوفوا اصلا غتفهموا اللحم مبخر. هنا البنات درت شويه اللحم حيت انا كيعجبني اللحم كيكون مبخر، ولكن اسراء ما كتاكلش اللحم، هذا هو المشكل، انا اسراء ما كتاكلش اللحم، فانا درت البنات انا شويه اللحمه ليا والدجاج ليا هيايا، الدجاج ليها هي واللحم اكيد غناكل معاه شويه ديال الدجاج، ويلا مهم بقات هكا الغدي وراه تجي ان شاء الله متتبعه وتغدى معنا الا كيدي لا قبلات عليا. صافي البنات هنايا اش غادي ندير، غادي ندير البنات بطاطا وبصله، وغادي ندير حتى شي حاجه غير بطاطا وبصيله صافي، والعطريه المهم انا العطريه البنات اللي كندير كندير البنات البزار شويه ديال الخرقوم غير باش يعطي داك اللون، لكن اغلبيه ما كيديروش، انا البنات كيعجبني نديرو البزار، الكمون راه ما بقاش، يلا غنمشي نجيبو دابا، قلب دابا القرعه لقيت الكمون ساله ماشي مشكل ما عليناش. صافي البنات وغادي صافي البنات وهاد البريمه هي فين كان نفورو الكوكوط اللي عندها البنات صغيره واصلا ما خاسره، اما زعما كنت نديرو فيها ولكن خاسره، من الافضل غادي نديرو غير في البريمه ونقص عليه فوق تما طاب ماشي مشكل. المهم خشي ديال الغدي بغيت البنات ندير الثومه، الطونسيو طايح ليا ما بقيتش كنبغي ندير الثومه هاد الايام، ما بقيتش كنقدر ندير الثومه صافي، اما هي كندير شويه ديال الثومه، كندير ورقه سيدنا موسى بزاف الحوايج اللي كنديرهم، كمون ها هو غندير الكمون، ماما قالت لي بنتي ماما عندك ما تنساش دير لنا الكمون، صافي هذا ما كان. اما الثومه بصراحه حاولت نحيدها، وبزاف د الحوايج كيداروا في
في اللحم مفور، حاولت نحيدو لان فيه الطونسيو هاد الايام ما نعاودش لكم. يلا صحاباتي ان شاء الله نتوما معايا، المهم ندير الغداوه الطبيعيه ان شاء الله، وهاد الفيديو غتعيشوه معايا، راه عشتوه معايا من هكا من الصباح من الجميع ديال الكوزينه اختي وداكشي حتى العشيه ملي غيجيو ان شاء الله عاوتاني الضياف وداكشي، وغنبارطاجي معكم فيديو غيكون ان شاء الله من الصباح حتى العشيه، والغداوه ملي غطيب ان شاء الله غنبارطاجيها معكم، وغنوريكم دابا الطريقه اللي انا كندير وانتوما تفهموا. المهم هانتوما معايا. البنات الصراحه انا يا ما كنتش كاع كنخرج، راكم عارفين اللي كاين، ومره ملي كنشوف بنتي البنات مرضات ليا ولا هذا كنخرجها، فبزاف بحال اللي قال لي دوني مابقايش تخرجي ما تخرجيش كاع بقاي في الدار. فالبنات انا دابا انا ما نخرجش، كلامكم على راسي، وماشي غادي نقول لكم لا ولا هذا الشيء ما كاينش، فعلا الحاجه اللي انا ما كنعرفهاش ما نقدرش زعما نهضر معكم فيها ولا نناقش معكم فيها، كلامكم هو الكبير اخواتاتي. ولكن انا راه ام، خصكم تحسوا بيا، راه بنتي راه الا ما خرجتش غادي تمرض ليا، راه تقريبا النهار اللي مات زوجي الله يرحمه ويوسع عليه تقريبا ما كتخرجش تقريبا غير الدار. دابا العطله الدراري كتقول لي ماما الدراري يسافروا الدراري يخرجوا الدراري مشاو لعبوا، انا غير في الدار البنات. ملي كتقولي داك الكلام كضرني في قلبي، ملي كنسمعها كتقول داك كتكون ساكته حتى كتطلق لي شي كلمه بحال هكا كيضرني قلبي. انا راه في البنات ما نخرجش كاع، انا راه كنت في حاله اكتئاب، راه كون ما حافظه اللي كانت داك النهار اول مره غتخرجني راه حتى واحد ما كان غيجي يخرجني، كوراني باقا في حاله اكتئاب اللي صعيب. بعد لقيت حافظه الله يجازيها بالخير عاقت بيا انني صافي بديت كندخل في اكتئاب وهزاتني وخرجتني اول مره للبحر. اما البنات شكون كان غيطلع عليا، شكون اللي كان غيحن فيا، شكون اللي كان غادي يجي يقولك دنيا راك مريضه، دنيا راه حاس بشنو في قلبك، راك راه البنات واخا كنبغي نوصف لكم داكشي اللي في القلب ديالي ما ماشي ما غتفهمونيش، ولكن ما كنعرفش نعبر. المتتبعات القدام اللي معايا في القناه غيفهموا انني كان انا كنقول كلام زوين في قلبي ولكن ما كنعرفش نوصله، وبعض المرات كاين اللي كيفهمني حتى غلط. انا ما عم كلامكم هو الكبير، حتى البيض كلامكم هو الكبير، انا بزاف د الحوايج ما كنعرفش ليهم، او حتى البيض ما كنعرفش ليه. انا اول تجربه ليا اللي ما عرفتش، جاني داك الشيء غريب ما عمري عرفته، ما عمري حسيت به، ما عمري كيفاش كندير ليه. وانا البنات كنكثر فيه الكمون، انا كيعجبني الكمون بزاف بزاف، كيحمقني الكمون. ها كيفاش درت ليها البنات، درت بصيله بطاطا، درت شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه مليحه، وكمون صافي. دابا غادي ندير ليه ان شاء الله واحد الميكه هكذا ونغطيه اكيد باش يتفور، وغندير لها البنات واحد القفاله هنا باش ما بقاش يخرج داك الهواء وداك الشيء كامل اللي كتشوف هنايا. والماء راه درت الماء ضروري. هذه البنات الصراحه هذه ما بغيتش ندير الاخرى نكرفسها، هذه البنات صافي وليت كنديرها غير للسليق بحال هادشي ديال التفوار بحال هادشي، هذا هو اللي كندير صافي. المهم ان شاء الله ملي طيب الغدي غادي نبارطاجيها معكم صحابات. هنايا جمعت الصالون معكم بعدا حيه، المهم ما شكلوش معكم اكيد، غير درت عليه هكا بواحد الشطيبه فعله تاركه طلع ما تجبدتهم البنات، غير باش الا جاو هكا بعدا المهم الدنيا تكون نقيه. هربات ليا الزربيه خصني نعاود نردها ها نتوما. المهم لقيت شويه الدنيا بعدا الحمد لله، بعدا ملي كتكون هكا الدنيا نقيه كيف كنقولوا كنكابروا، ضروري تكابري حيت ما درتيش الحاجه بيدك راه ما كاينش اللي يديرها لك والو، هذا الشيء اللي كاين. هذه البنات هاد الزربيه هذه داك النهار ملي كنا درنا ملي كنا خمنا الصالون ما فرشناهاش كامل، درناها غير نص. دابا البنات كنعاود نردها كتعاود تهرب، فخصها تفرشها البنات من راكم عارفين من الطرف حتى للطرف، وتحط عليها تحطوا عليها الطبالي هكا راكم عارفين باش تشد راسها باش ما تبقاش تهود كل مره. صافي هذا ما كان، المهم دارت الدنيا نقيه الحمد لله. ملي كتكون الدنيا نقيه كنرتاح، القلب ديالي كيرتاح الحمد لله يا ربي. صافي ها نتوما صافي كلشي اول حاجه البنت ضربتها بواحد السوسه مزيان، السدادر مزيان السوم هكا بالفوطه، موراها البنات شطبت هكا درت باي باي، شطبت ديك القنيته كامله صافي. غادي نحط الطبيله حتى البلاتي ان شاء الله بغي نحط الغدا، وغادي نفرش داك لاناب اللي كنفرش داك الزرق هو اللي كنفرشها البنات، حيت عرفتوا علاش عندي البنات جوج لانابات هما غتفهموا بلاتي. الاخر درتو هنايا درتو فهاد البلاصه هذه، عندي جوج، عندي هذا وعندي الاخر، ما باقي ما شريتش قلع حيت داك الايام كنت غنشري قلع. صافي البنات مع الظروف سبحان الله العظيم صافي مابقاي كيبقى عندك التفكير في حتى حاجه. درتها البنات هاد لاناب هنايا حيت البنات عندي واحد المشكل انيا دابا الباب كيبين راك فهمتو، المهم كتكوني دايزه ولا شي حاجه الله يستر تخافي. فدرت البنات هاد الخاميه هادي وغطيت سترت بها هاد لاناب، سترت به هنايا باش ما تبقى تبان حتى شي حاجه. ايوا راه غير كنت خصني نشرح لكم وصافي باش تفهموا، انا كنبغي البنات نشرح لكم الحاجه ونشرحها لكم وانتم كتشوفوا فيها، ماشي غير نقول لكم ها شنو ما كتفهمونيش. بحال هكدا درتها في هاد الحبل هكا باش بدا يدستي بحال هكا ولا شي حاجه ما يبقى يبان حتى شي حاجه. صافي اختي هنا الغدا راه كيطيب، واخا راه تحرقات ليا البنات البوله حتى نمشي نجيب بوله باش نردها. الغدا اختي هو كيطيب
باقي مثل ما قلت لكم فقت بمطاب ماشي مشكل صافي. المهم نقدر ما نبقاش نبارطاجي معكم صافي. المهم الغدا زعما ما نبارطاجيش معكم نحط الغدا الا مشى الحال. ما مشاش الحال راه غنبارطاجي معكم ان شاء الله الغديوه ديالي غنحطها وكلشي. واخا راه ساهله البنات راه اللحم مبخر ديما كنت كنبارطاجي معكم. واصلا شكون اللي ما كيعرفش اللحم مبخر؟ ما شاء الله حنا المغاربه داكشي اللي كنديروا راه كيكون واحد تقريبا. داكشي معروف اللي كنديروا داك الطيب اللي كنطيب انا الطيب بلدي داكشي اللي كان اللي كديري اللي كدير اي مراه في دارها مع وليداتها وداكشي صافي. ها انت اختي طاب على حقو طريقو غير هو نقص ليه البوطه باش يجي باش يتفرسس زعما يجي باش يجي طايب هشيش على خاطرو. ما تفهموني غتوصل لكم ميساج صافي. كنسد عليه والبوره تحرقات ليا البنات والو تحرقات ليا. هانتوما اختي هانتي شوفي والو تحرقات. عرفتي دابا جيت بغيت نوريكم لانابلي دايره هنايا هي تحرق ليا صافي. المهم باش ما صافي المهم نقول لكم ان شاء الله نتوما معايا ولي درت اكدا غادي نكمل معكم فيديو هذا النهار هذا ان شاء الله ربي نتوما معايا معكم البنات. الموضوع واخا البنات كيوني مابقاش ندير التعاليق انا ماشي البنات كنهضر التعاليق ولكن غير كنناقش معاكم غير كندوي معاكم عادي جدا بحال كندوي مع خواتاتي معايا في الدار. بزاف كيوني خرجي بنتك ما تبقايش حابسه غير في الدار وملي كنخرجها ولا كنديها شي بلاصه بحال واحد التعليق البارح تعليق كله مسموم واحد التعليق كله حقد وكله سم وكله بغض دايعه في القهاوي كدوري وانا داكشي ماشي من تربيتي وماشي من اخلاقي واي واحد كيمشي للقهاوي راه ماشي خايب ولا بالعكس. انا مشيت لواحد البلاصه اللي فيها الطبيعه وسبحان الله رجينا فين داونا دخلنا لتما اكتشفنا عاودنا خرجنا زعما ماشي زعما قلت شي كلام خايب ولا شي حاجه ولا غير زعما الله يهدي ما خلق وصافي. والله ما كان بعد ما كتقول ما كتفهمي حتى شي حاجه. انا راه كنقول في عز المحنه ديالي فاش يلاه ما تراجلي وكاين شي متعاليق ما رحموكش كاين اللي قالك مثلتي كذبتي وعساك دابا. فنتمنى يا ربي انكم تخليوني نخدم على بنتي راه ماشي متتبعه انا ما كنهضرش مع المتتبعين ديالي. خليوني نخدم على بنتي ندخل ليها القفه وملي نشد شي حاجه من هاد القناه نصرف فيها على بنتي نشري بنتي دواها نخلص بزاف المصاريف اللي تابعيني اللي ولاو عندي مصاريف كتر 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 من اللي ولا راني ما تراجلي الله يرحم مسكين مستعلي شي حوايج اللي بانوا اللي ما عرفتش منين جاوا الله اعلم. فخليوني نخدم على بنتي لانني ما دخلتش الكفره ما كاينش اللي غايقول حق رئيس راه ما كلاتش اليوم ولا اسراء ما خلصاتش مثلا السوايع ولا اسراء ما دارتش ولا اسراء ما دارتش. نتمنى يا ربي تفهموني تحسوا بيا الله يهديكم. انا ما كندويش على متتبعين او متتبعين كنعرفهم ما يديروش لي هذا الشيء. خليني نخدم على اسراء راه ما كاينش اللي غادي يعقل على اسراء من غير دنيا الله يجازيكم بالخير. خليني نخدم على بنتي هذا الشيء غادي نقدر نقول فقط نخدم على هاد البنيته في هاد القناه. يا ربي هاد القناه ان شاء الله تزيد القدام باش نقدر نخدم على البنت ديالي. المهم البنات هادو كنت البارح ما بارطاجيتهمش معاكم هادو خداتهم ليا مامي لودا. انا خديت ديك الشبيكه ومامي لودا خدات ليا ديك اللي دايره فيها التومه ولا البنات ما كلها وين ناخذها سبحان العظيم غير شوفي سبحان الله ما كما كيقولوا ما داكشي اللي مكتب لك الله. واليوم علاش كتب نوريهم لكم ها انتم البنات كيفاش كيجيو هذه البنت راه ديال الخبز غير انا دابا حيت ما دايرش فيها الخبز بغيت نوريكم كيفاش دايره. حطيت فيها دوك ديال حطيت فيها ديك ديال الثومه وحطيت فيها ديك ديال اتاي دايره فيها داك عرفتي كي دوك اللي كديري في الكاس وكتكبي عليهم الماء هما هذوك اللي انفاس معاكم صافي البنات. وهذه اللي تحت البنات ديال الخبز ما بقيتش كنستعملها حيت انا عندي سرق زيت الحشرات داكشي علاش ما بقيتش كنديرها ما بقيتش كنستعملها صافي هذا ما كان. المهم قبلوا عليا البنات راه بعد ما صافي الهضره كي كتمشي ليا وما غنهضر معاكم دابا البال معاكم نهضر معاكم ان شاء الله شويه. بعد ما وريتكم داكشي اللي خديت البارح كانت صابلات واحد الضيف ان شاء الله غادي يجيو عندي واحد المتتبعات صراحه واحد واحد المتتبعه قريبه ليا كتسكن غير هنايا الاخرينات جايين واحد جايه عندي من الولفه وحده من الحي ولكن هما صحابات وكنتسنى فيهم ان شاء الله. دابا البنات بعدا غنرجع طيبه هكا لهنايا. المهم راه غاديش نشارك معكم نضرب واحد الشطيبه هكا من المراح ضروري اختي ديما هكا. انا ملي كيجيو عندي الضيافه بلات كنفرح حيت انا وحداني راكم عارفيني كتكوني وحدانيه في الدار لا انت لا بنتك كنفرح ملي شي واحد كيجي عندي ماشي ما تفهموا كيفاش كنفرح كنحس بداك الدفء كنقول واخيرا غير شي واحد يبرك معايا وغيونسني وغادي غنحش بالوحدانيه غادي نحط المهم نوجد هكا اللي قسم الله. عندي البطبوطه البنات في الفريكو بعدا الحمد لله عندي البطبوطه هو ايوا كاين البطبوطه البنات في الثلاجه كاين بزاف د الحوايج هكا اللي غنحط ليهم. كنفرح ملي كتكون عندي هكا شي حاجه في الدار موجوده باش غير يجي الضيف ما نبقاش ثاني غاده خارجه ونرجع وهذا كتكون داك الشيء محطوط غير كيجي كيبدا نسخن
وكنحط ليهم. وهذا مكان البنات وغنضر بالفرحه ملي كيجيو عندي الضيف كنفرح. هذا الشيء اختي هذا المقطع درت لكم باش نقول لكم راني فرحانه حيت غيجيو عندي الضيف. كنتسنى فيهم، علمتني دابا تقريبا شي سيمانه قالت لي راه نهار اليوم شنو هو اليوم يوم الثلاث، قالت لي نهار الثلاث ان شاء الله غادي نجيو عندكم. وراه دابا اتصلوا بيا قالوا لي راه حنا في الطريق ان شاء الله راه قربنا نوصلوا. صافي ان شاء الله نتوما معايا البنات غنبارطاجيها معكم، غندوز ان شاء الله واحد المعينه ديال الغدا غنحيدهم عليا حتى البنات صراحه جايه عندي الكوتي ان شاء الله اليوم ما جايينش عندي الغدا والفطور الكوتي ان شاء الله. فدابا غادي نحيد عليا شي معينه هكا ديال الغدا المهم نحيد هكا ان شاء الله داكشي كامل وهانتوما معايا البنات. ما بقيتش بنت معكم تغدينا البنات، جات صراحه ديك اش نقول لكم جات ديك الغديوه كانت شهي. المهم راكم عارفين البنات اللحم بخير كيفاش كيجي، جا زوين. درت الدجاج كما قلت لكم الاسراء، ما بغيتش البنات صراحه بيجي يجي الفيديو طويل. صافي البنات حطيت هكا اللي قسم الله، حطيت خبيز داكشي راه غتشوفوا التصويره في المينياتور واخا ما درتش لكم فيديو، ولكن درت لكم التصويره ديال كيفاش جا اللحم. ومره اخرى عاوتاني غادي نبارطاجيه معكم. ما تديوش يا البنات مع الزربانه حيت ملي كيجي عندي شي واحد كنتوتر كنفرح، والله الا كنفرح ما كنكرهش داك الانسان يبقى معايا ما يمشيش. ملي كيبغي يمشي البنات صافي كتشدني البكيه. هنا راه اتاي بدا كيدفق وما شفتوش، اتاي راه تشحر ودفق. ها نتوما البنات غادي نسخن ان شاء الله شويه البطبوط كان عندي في الفريكو، وراه جاو هنا الضياف ديالي دخلوا جابوا اللي قسم الله في يديهم باش ما نكذبش. ها هما حتى انا حطيت اللي قسم الله اللي عندي في الدار، شويه البطبوط شويه ديال البسيبان كان عندي حتى انا. كنت البنات مشيت لحي السلامه وجبتو معايا، المهم كان عندي واحد الغرض تما. راكم عارفين الدنيا كتقلب هاد الايام تفهموا كل شيء. هذا ما كان المهم صافي دابا ان شاء الله غادي نسخن اللي تسخن غادي نسخنها. عتي راه تشحر عمرت البنات واحد براد كبير، قلت اختي لهم والله البنات ما نكذب عليكم قلت لهم اتي شي طوال يخص حتى داك البراد الصغير اللي جابت لي خالتي ليلى مسكينه صغير يلا على قدي، واخا حتى هو كنعمروه وما كنقدوش نكملوه والله الا كيبقى شايط. وصراحه الحمد لله بعدا الاتاي شاط تقالوا لي مساكن كثرتي دنيا اتاي بزاف، قلت لهم لهم يشيط ولا يخصنا. صافي البنات كنحط داكشي كامل بحال داكشي البنات اللي باقي جديد راه ما كيتسخنش حيت باقي طري. ديك البسيبان حتى هي باقي طري ما سخنتوش، البطبوط اللي سخنت لانه دايره في الفريكو جبدته قبل. صافي البنات بديت كنسخن فيه وعسي الصراحه والله الا شنو نقول لكم ما شاء الله متتبعات ديالي اي ضيفه كتجي عندي على راسي وعينيا، وكنقولها لكم من هنا مرحبا بكم والف مرحبا عندي. اللي قبلات على دنيا اللي قبلات على داري وعلى فراشي كنقول لكم مرحبا الف 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 مرحبا. ملي كتجي عندي شي متتبعه والله العظيم هذاك النهار هو الكبير عندي، كنفرح ربي اللي شاهدوا خصوصا البنات ملي كنرجيو انا كنفرح، ولكن ملي دابا ما تراجعني مسكينه الله يحفظها عليه وليت كنقول يا ربي يجي عندي غير شي متتبعه غير تونسني ولو غير دقيقه ولو غتحسوا بيا وغتفهموا اختكم دنيا الاحساس اللي كنحس به. وسبحان الله كيجيو عندي متتبعات زعما عندهم مسؤوليات عندهم وكيشدوا الطريق ويجيو زعما كيخليو وليداتهم ومسؤولياتهم. كنقول لكم الله يجازيكم بالخير الله يكبر بكم وتاتي ويخلي لكم وليداتكم ويفرحكم ان شاء الله بصحيحتكم ويبعد عليكم شر الخلق ويهلي داركم في شي واحد عزيز ولا حبيب عندكم يا صديق. ربي شي غادي نقول لكم البنات صافي اختي هنايا حطيت لهم الكوتي اللي قسم الله شي حاجه حطيتها مهم حطيت شويه ديال زيت العود شويه ديال الفرماج عمرت بريد ديال اتاي البنات بالشيبه عتي كبير عمرته حتى الفم. صافي والبيبان الخبز صراحه ما بغاوش حطيت لهم غير داكشي اللي المهم غير داكشي اللي حنا كناكلو دابا راكم عارفين هادشي كيدوز لينا دابا شويه الكرواسه شويه ديال البيبان شويه ديال ملفي البطبوط خلاص عتي البطبوط البنات صراحه زوين ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم طيبت البطبوط انا حيت انا مولفه كنطيب البطبوط وحتى البطبوط ديالي كيكون زوين غير انا ما كانش عندي الوقت كما قلت لكم باش نعجنوا داكشي. جبتو من عند واحد السيده من حي السلامه وراه متشبعه ديالي سواء البطبوط سواء هذاك الكراس اللي كتشوفوا. بغيت نقول لك تحيه خاصه من هنا شكرا بزاف والله البنات الا شي حاجه خلصتها وشي حاجه ما بغاتش تخلص مني فيها الله يكبر بها. تخيلوا انها البنات صدمت، تخيلوا انا هي متشبعه كانت بغات تجي عندي لقاتني عندها في حي السلامه من سيدي مو من حي السلامه قالت لي بغيت نسولك واش انت دنيا ولا شي وحده حتى هي لابسه البيض وتشابهت لي مع دنيا. قلت لها هي دنيا قالت لي يا سبحان الله جايه من حي السلامه حتى عندي وانا براسي كنقول يا ربي غير نلقى شي وقيته في الخدمه نكون مساليه ونجي عندك. فسبحان الله البنات سلمت عليا وسلمت على اسراء. تخيلوا البنات ان اسراء ولاو كيعرفوها المتتبعين ديالي واخا ما شافوهاش بزاف ما كتبانش معايا في القناه بزاف، ولكن الحمد لله كانت مسكينه كتقول لي ماما بغيت تكون عندي غير خاله وحده غير شي وحده تسول فيا ماما غير شي وحده تجي عندنا تكون خالتي وهذا. سبحان الله قلت لها شوفي دو اسراء كنتي باغا خاله وحده وكنتي ربي جاب لك بزاف. تخيل البنات بحال كيعرفوها كيقول لي واش هذه اسراء
المهم البنات بالسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم.